ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة السيد عمرو المنير وهو نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية. أهلا بك معنا سيد عمرو وشكرا على انضمامك. أول الرد يعني رأيناه مباشر من وزارة المالية ومن البورصة على بيان صندوق النقد. ألم تخطر صندوق النقد يعني بأنه تم تأجيل الضريبة الرأسمالية لمدة 3 سنوات قبل أن يتم صدور مثل هذا البيان من قبله؟ الأول بشكر حضرتك على استضافتي. أنا بس بأكد أنه يعني هو البيان صندوق النقد الدولي مبني على أولا ده تم إعداده، دي المستندات تم إعداد القرض في وقتها، و دي كان قبل صدور يعني تم اعداد هذا البيان قبل او التقرير من صندوق النقد الدولي قبل صدور قرارات المجلس الاعلى للاستثمار. وباكد انه يعني البيان او تقرير صندوق النقد الدولي بيتم في ضوء الجاري حاليا. حضرتك عارفه انه في قانون بالتاجيل ينتهي في 16/5/2017، تفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار بالتاجيل لمده 3 سنين دي تتطلب تعديل تشريعي، واحنا بنعمل على التعديل التشريعي ده، تعديل في قانون ضريبه الدخل، وبالتالي عندما يصدر هذا التعديل هيبقى القائم. فيعني صندوق النقد الدولي يعلم دلوقتي بهذا الاقتراح وسننتهي منه قبل انتهاء العمل بالتاجيل خلال 3 سنوات. نعم. سيد عمر، أيضا بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو يطلب مطالب بزيادة حصيلة الضريبية لمصر، هل سيكون هناك زيادة في إيراداتكم وكيف سيتم ذلك؟ أولا احنا في رقم محدد للحصيلة الضريبية اللي هي 433 مليار تمثل حوالي 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ده الرقم المستهدف وده ناتج او الزياده اللي هتتم فيه ناتجه عن اولا تطبيق قانون الضريبه على القيمه المضافه. الامر الثاني هو انه سيتم حاليا اتخاذ اجراءات لمكافحه التهرب الضريبي سواء على المستوى المحلي او التهرب الضريبي اللي يستغل من خلال اجراءات التجنب الضريبي الدولي. بعض انواع الايرادات يتم اعاده النظر في كيفيه المحاسبه بشانها، بالاضافه الى تفعيل وتحسين اداء الاداره الضريبيه، كل ده في طور التنفيذ بحيث ان احنا ننتهي من او نصل الى الارقام اللي احنا بنصبوا اليها في الايرادات الضريبيه. نعم، معلش يا استاذ عمرو، انا عايز اسالك يعني هل تم مخاطبه الصندوق بعد هذا البيان الذي صدر؟ يعني هل تواصلتم مباشره وتم تصحيح المعلومه بانه الضريبه مؤجله ل3 سنوات؟ جاري التواصل حاليا مع صندوق النقد الدولي لمزيد من الايضاح وتفسير الامر. طيب، يعني برأيك الآن أنتم تسيرون بمشروع قانون الضريبة الموحد، إلى أين وصلتم بهذا المشروع ومتى سيرى النور سيد عمرو؟ أنا عايز أوضح أنه مش قانون ضريبة موحدة، إحنا عندنا قانون ضرائب الدخل، إحنا بنعمل قانون بالإجراءات الضريبية الموحدة، ده هدفه إن إحنا بنوحد الإجراءات. حضرتك عارفة إنه أحد وسائل تسهيل تعامل أو المستثمرين مع الدولة ومع الحكومة في تحصيل الضرائب هو أن يبقى فيه إجراءات موحدة لأنواع الضرائب المختلفة. هذا القانون بيتم العمل فيه حاليا، سيعرض على البرلمان خلال الشهرين القادمين بحيث يتم إقراره خلال النصف الأول من هذا العام. ده قانون مهم لأنه بيتعلق كمان بتفعيل وتطوير أداء الإدارة الضريبية، فسننتهي منه خلال أشهر قليلة ويعرض على البرلمان لإقراره إن شاء الله. سيد عمر، أيضا الاقتصاد غير الرسمي هو يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصري وبالتالي هو خاضع أيضا ليس خاضع لقانون الضريبة أو تطبيق الضريبة عليه، هل سيكون هناك أي دمج لهذا الاقتصاد مع الاقتصاد الرسمي؟ بالتأكيد في إجراءات بتتخذ حاليا من جانبنا في وزارة المالية بالتعاون مع وزارات أخرى لوضع نظام فعال ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. حاليا بيتم تحديد تعريف موحد لهذا النوع من المنشآت. احنا في وزارة المالية بنعمل على وضع تشريع مبسط وإجراءات مبسطة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل تداول الفواتير وفكرة انه يتم تقليل التداول النقدي والاعتماد على التداول الائتماني وما يسمى النقود البلاستيكية. هذه حزمة من الإجراءات فنعمل عليها كحكومة، وزارة المالية جزء من هذه الحكومة، لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وده نتمنى أنه يعني نصل إلى ما نهدف إليه بهذا، ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لأنه ده من ناحية الضريبية هيكون أحد وسائل زيادة الحصيلة الضريبية
وبالتالي زيادة نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الفائدة. نعم، بالنسبة للبورصة يا أيضا أستاذ عمرو، يعني البعض يتساءل إلى هل سيكون هناك ضريبة الدمغة تعود من جديد بالنسبة للبورصة المصرية؟ يعني حاليا إحنا المطروح حاليا هو تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، أي بدائل أخرى يعني مش مطروحة حاليا، بيتم يعني في وقت كل وقت له يعني توقيت لإجراء دراسة أي إجراء يتم حاليا. ليس هناك تشريعات لضريبة الدمغة، إحنا بيتم تعديلات، بعض التعديلات في قوانين ضريبة الدخل، هذه التعديلات يدرس فيها كل الأمور، ولكن ليس هناك مشروع قانون حاليا لهذا النوع من الضريبة. مش هنطول عليك أستاذ عمرو، لكن أيضا أنتوا عم تسعوا لوضع ضريبة مبسطة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برأيك إلى أي مدى سيكون أثرها على تنفيذ هذه المشاريع؟ لا، في الحقيقة احنا النظام الهدف أنه هو مفترض أن هذا النوع من المشروعات خاضع للضريبة، ولكن هو لا يلتزم، وإحنا عشان كده احنا أحد وسائل يعني ضم هذا النوع من المشروعات إلى المنظومة الرسمية، أن احنا نعمله نظام مبسط بسيط جدا مبني على رقم ضريبي مبلغ ثابت صغير جدا لا يمثل أي عبء على هذه المشروعات، هيبقى مرتبط بمجموعة من الإجراءات لمساعدتهم في التأمين على العاملين عندهم، في يعني إجراءات حزمة تمويلية ليهم، فده جزء من منظومة أكبر بهدفها أن نشجع هذا النوع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، لأن احنا نؤمن وندرك أنه هذا النوع من المشروعات هو قاطرة التقدم ولا يقود النمو في الفترة السابقة كما يجري في معظم دول العالم. سيد عمرو، أيضا أنتم ربما تهدفون إلى رفع من مواردكم الضريبية، هل سيكون هناك أي تعديلات ضريبية جديدة خلال هذه السنة؟ لا، يعني حضرتك تعيد السؤال، ما سمعتش السؤال كويس. نعم، أنتم تذهبون إلى الرفع من إيراداتكم بالنسبة للضرائب، ربما لخفض عجز الموازنة، هل سيكون هناك أي تعديلات أو تشريعات جديدة لضرائب أخرى خلال هذه السنة؟ لا، مش المفترض أن يبقى في ضرائب أخرى، احنا ما نعمل عليه حاليا هو مزيد من تفعيل يعني الإجراءات التحصيل الضريبي، تحسين أداء الإدارة الضريبية، التركيز على أنواع معينة من الإيرادات التي لا تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية وسائل الضريبة عليها حاليا، فإحنا اتجاه أكثر لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال أداء أفضل للإدارة الضريبية وتفعيل التشريعات الحالية زي قانون الضريبة على القيمة المضافة وهذا النوع الآخر من القوانين المتعلقة بضريبة الدخل وليس إضافة الضرائب جديدة. وشكرا جزيلا لك سيد عمرو المنير، وأنت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.